معاكم محمد المهنة، لاعب في منتخب الكويت للعبة ترايثلون. لعبة الترايثلون هي عبارة عن 3 رياضات، السباحة والدراجة والركض، وتختلف بين مسافات السوبر سبرنت والسبرنت والأولمبيك ديستنس. أنا حاليا ألعب السوبر سبرنت اللي هي 300 متر سباحة و10 كيلو دراجة و2.5 ركض. بدأت اللعبة في عام 2018، و2018 تعلمت عن الرياضة وعرفت تعرفت عليها أكثر، و2019 كانت أول بطولة لي والحمد لله قدرت أحقق على المركز الثاني، ومن بعدها بدأت أدخل بطولات. آخر إنجاز حققته كان في 2019 وكان غرب آسيا، بطولة غرب آسيا، وحققت المركز الثاني بفضل الله، والمركز الأول قدر يحقق الأردني، والمركز الثالث البحريني. عندي إنجازين بعد ثانيين في الكويت اللي هما سباقات الكورنيش، حققت المركز الثاني في سباق ترايثلون، والمركز الأول في الأكواثلون. شعوري كان لا يوصف في تحقيق المركز الثاني، وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل. بالبداية قدرت أواجه صعوبات بين المدرسة والتمرين، كانت بالبداية لي وايد صعبة أني أفرق بين الدراسة والتمرين، بس بعدها الحمد لله قدرت يعني أغير روتين مالي. وثاني صعوبة قدرت أواجهها اللي هي الدعم المادي، لأن الوالد هو اللي دعمني مادياً ومن جيبه الخاص. حاب أشكر والدي ووالدتي لأن هما اللي دعموني وشجعوني إني أوصل لهذا الإنجاز. حاب أوجه الشكر الخاص لصاحب السمو أمير البلاد لدعمه الدائم للشباب. حاب أشكر المشروع الوطني لدعم الشباب موطني لدعمهم لنا واستضافاتهم لنا إعلامياً.